الملاعب يا تهامي؟ لا لا، امال جاي تعمل ايه؟ هجرب. انت جاي تجرب في رجلي؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. اسيبك ايه؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. انت حمار يا لا. انت حمار. سيبنا ابراهيم بقى. عارفة يا جوجا لو بتتكلمي عربي ده انا كنت قلتلك كلام عمرك ما سمعتيه، ده انا مش بقيت كنت اقول فيك الشعر لاول مره في حياتي. كلمي قولي ابراهيم. ما انا هتكلم واقول بس اجوجا. انت بتتكلمي عربي؟ ايه، بابويا اوشادة عاشت في مصر كتير، هو كمان علمتني احب مصر واحب الناس بتاعت مصر. ده الناس بتاعت مصر هتحبك وهتموت فيك. أنا كمان أحب أفلام بتاعت مصر. أنت تحب أفلام بتاعت مصر؟ شفت حين ميسرة؟ لا، أنا أحب زوزو. زوزو مين؟ كلي بالك من زوزو. كلي بالك من زوزو؟ أنت تحبي كلي بالك من زوزو؟ يلا قولي الشعر بتاعك. شعر؟ هقول لك شعر. هنقول إحنا لسه حبايب، يوه ما خلاص قلناه. هنقول ان قلبنا دايب، يوه ما خلاص قلناه. دي شعر ابراهيم؟ لا دي قصيده. الحمد لله على السلامه يا ابراهيم. انت عملت ايه؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا اجوجا. اجوجا انت صاحبتي قبل كده؟ متى تعني ابراهيم؟ أعني إن هل كان لديك أي علاقة مع الشاب من قبل؟ لا لا. أجوجا أنتوا الجواز عندكم هنا في القبيلة نظامه إيه؟ أجوجا أنا يا سيد ناجي أعرف مصر كويس أوي، أنا درست في جامعة القاهرة وأعرف نجيب محفوظ، طه حسين، توفيق الحكيم، يوسف إدريس، أم كلثوم. والله وأنا بقول من ساعة ما شفتك وأنا يعني قلبي اتفتح لك ما تعرفش ليه. أمال ليه بقى الجو اللي أنت عامله ده؟ أنا يا سيد ناجي مضطر أعمل كده. عارف المعونات اللي بتبعتها لنا الأمم المتحدة ومنظمة الإغاثة الدولية؟ بيستولي عليها الفرق المتطعنة المتصارعة والشعب هو الضحية. فمفيش قدامي غير إن أنا أعمل اللي أنت شايفه ده. لما يكون في إنسان بيموت من الجوع قدامك، لما تكون الأطفال بتموت على صدور أمهاتهم عشان مفيش لبن، يبقى أكيد هتقدر وهتفهم اللي أنا بعمله كويس أوي. شفتهم وأنا جاي. سيد ناجي إحنا هنفرز عنكم بكرة وهنوصلكم لغاية المطار. والفدية؟ من غير فدية.
ماشي. ايه يا ابراهيم مالك؟ لا مفيش حاجه، دي اصابه ملاعب خفيفه وكله تمام، مفيش حاجه. اه طب وانت عايز ايه؟ انا بقول انت كبرنا وعمنا وقاعد مع كبرنا وعمنا، وانا بصراحه ما اقدرش اعمل حاجه من غير موافقه سعادتك. عايز ايه؟ انا نويت اكمل نص ديني. نويت تكمل نص دينك؟ اه. انت بتتكلم جد؟ والله. مين؟ اجوجا. اجوجا بنت السيد اشاده؟ اجوجا بنت السيد اشاده. اه. انا موافق. على خيرة الله. وبالمرة نجوز الواد حسام على نضال ويعني طب ما حضرتك يا باشا ومدام كاميليا ما تتجوزوا معانا بالمرة. والله فكرة برضو، يبقى دخلة واحدة لينا كلنا. يلا. اه هو بس في مشكلة. ايه يا باشا؟ هنجيب منين السموكينج بتاع الفرح؟ بالرفاية والبنين ألف مبروك. اتفضل يا أسامة. Ooh.